مساء النور مستمعي راديو أتلانتيك، سعيدة بتواصل معكم حصة جديدة من برنامج نوضح ليك في منوعات في الحياة. اليوم غادي نتكلموا على موضوع مجتمعي فيه تختلط فيه مجموعة من العناصر اجتماعية، أكيد ما تنقولوش اجتماعية بمعنى فيها الأخلاقي، فيها التربية، فيها احترام القانون، فيها أشياء كثيرة، فيها احترام الإنسان، فيها احترام الحريات، فيها احترام ملكة وما عليك. شنو هو الموضوع؟ بطبيعة الحال بعد هذا الاختيار الغنائي نهديه لكل مستمعاتنا ومستمعينا من اختياراتنا في حقيقة غادي يكونوا معنا، غادي يكون معنا الجديد خصوصا في 2016، لكن الآن سمعوا لأغنية من الأغاني الجميلة الغانم. نعود لأجواء برنامج نوضح ليك، وموضوعنا كما قلت في السابق هو موضوع اجتماعي وتتداخل فيه الأخلاقي، احترام القانون، لأنه احترام القانون من الأخلاقي، وأيضا يدخل فيه احترام مالك وما عليك في الحياة. مفروض أنه يعني يكون تربية أننا نحترم مالنا وما علينا وهكا بشكل سلس، ماشي كل مرة كنتسناو اللي أنبنا واللي يدير لنا كتر لنا في الغرامات واللي كتر لنا في يخرج لنا قانون أقصى من قانون، ونبقاو نقلبوا على التشديد، ونبقاو باش ولا داروا لنا التشديد نقلبوا على منين نلقاو نختارقوا القانون ونختارقوا الحقوق الواجبات ديالنا أو القيام بها، ونديروا بزاف عاتين لقاو نديروا الطريق في البحر ونعاود إلى ما كانش هو تربية وغادين بسلاسة. ما يمكنش هكا كواعي غادي بدون ما شي حد يبقى غادي عاتي كنتخيل بأنه بحال اللي احنا غاديين وشي حد عنده زروطة وتيدفعنا بها ولا حاضينا فيما غادي سميتو غادي يعطينا واحد ضربة. علاش تبارك الله راه هادشي اللي راه الناس ديزادولت وعندهم يعني مسؤولين قانونيين ومسؤولين وراشدين بالرشد القانوني والرشد المفروض يكون مع العمر و فما كاينش رشد. خاصك دائما تخاف. علاش خاصك تتخاف؟ عاد تقوم بواجباتك تجاه بلدك، تجاه بيئتك، تجاه طريق، تجاه المواطن، تجاه نفسك. خاصك تتخاف، خاصك تتحصل. واش حنا كنحترمو ونطبق ما لنا وما علينا فقط لانه الا مشينا تحصلنا نخافو لنحصلو او لا بلاتي راه فهاد الطريق او لا فهاد البلاصه او هذا كاينه الحصله في بلاصه اخرى اخف، هنا نقدر نغمض عينيا. موضوعنا طبيعه الحال مرتبط بالتمدن والطريقة التعامل بوعي بتربية كينا ولا ما كيناش. نستمع لكركيب فرقة وسط البلد ونعود لكركيب لفرقة وسط البلد. نعود لجوا برنامج نوضح ليك. واش كتحتارم القانون؟ واش كتحتارم نفسك بعدا قبل ما تحتارم القانون؟ واخا كتحتارم القانون حيت خايف تحصل أو لا أكك منك فيك تربية فيك ووعي، وبدون حتى ما تسأل نفسك أنت تتحترم القانون أو حتى إلا سولتيه عندك علاش كتحترم بيئتك، كتحترم بلادك، كتحترم مواطن اللي حداك، مواطن اللي معاك، أو لا غير الله يجيب الغفلة. ما نعرف 05-22-95-36-70 أو 05-22-95-36-80 وخذ سميرة من دار بيضاء. مرحبا سميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا عليك. انا سعيده باش سميتو. يا ربي امين. تقدموا الازدهار ان شاء الله. يا ربي شكرا لك. صافا لاباس عليك سميره؟ الحمد لله. انت لاباس؟ لا اله كلشي لاباس. كلشي لاباس تفضلي. الانسان يعرف الحياه ما لك وما عليك واحترام الاخر. عندنا الحي ديالنا لكن انت كتحترمي كيقول لك كتخافي. في منظمة كيقول لك راه فيك شيكي.
حنا هذاك الشيء مربين فيه، لان التربيه في الاول مع الاسره ديالك كتربي من ملي تكوني صغيره خصك تحترمي بلادك وتحترمي الاخر. اللي مربي ولي منظم واللي هذا غير طبيعي. فيه شي كيف واحد الشجره دايرينها قدامنا كيلوحوا فيها الزبال ولا هضرنا كيحرشوا الدراري عيرونا. يعطوهم يخلصوا عليهم ساندويتش كيقولوا هما الجميله، كيقولوا نخلص عليك الجميله بالي بهذيك اللي بغات تنظم. يجيو التروطوار يضربوا بالحجر يهرسوه، الله صوبوه الدوله الله صوبته. الا هرسوا طليت انا من الباركو قلت لهم علاش هرستوا المعيور التبان ما كاينش اللي يهضر. شحال واحد ساكن هنا ما يقدروش يهضروا، لان لا هضروا يشرب فانيده ولا يضرب جوان ويحيح لهم، ما كاينش اللي يقدر يهضر. نعم. وحنا كنبغوا الحي ديالنا يكون نقي يكون منظم. وانت وانت دابا كتعاني كتحسي براسك انك تغردين خارج السرب. اه لانني بوحدي اللي كنهضر في الحي بوحدي، عزيز عليا النقاء، عزيز عليا الشجر، عزيز عليا البلاصه تكون نقيه، لان كون لقيت شي بلاصه اخرى كون كانت الامكانيات نمشي شي بلاصه اللي نقيه. لان هذا الشيء عيشوينا حنا في الدم ديالنا. ومع انه تربي دار بيضا ملي بدا الصاب فرحت بزاف ملي بقاو كيصوبوا التروطوارات وداك الشيء بحال في حاجه تزادت عليا انا. مع انك تربيتي نعم، مع انك تربيتي في نفس البيئه ومع نفس الناس الا انه الا انه يستفزك لانه التربيه جايه من الداخل ومن الاسره. دابا تيشوفوا شي دراري مثلا ناقصينهم فلوس تيقولوا لهم خصوا عليكم ساندويتش ولكن ديروا الحيحه غوتوا. علاش ضد هذا الشيء؟ اللي بغى يبيع بزاف الناس دايرين افوندغ، بزاف الناس دايرين افوندغ للبيع. يعني هما هكا ما عرفتش مرض ولا ما عرفتش انا اشنو، ما فهمتش ما يعني ما فهمتش انا بالنسبه لهذا الحي ما فهمتوش. نعم سميرة انا كنشكر. التربيه هي الحياه، التربيه والاحترام الاخر وتعرفي ما لك وما عليك، هذه هي الحياه. ولكن بالمقابل ملي كيكون بحال هكا كما قلت تغردين خارج السرب وكتلقاي بانه حتى ماشي فقط غير تغردين، هناك الناس اللي كتحاربك لانه بغيتي الافضل للبلاد او بغيتي الافضل لحيك بغيتي الافضل، كيكون هنا مشكل كبير. الافضل انا وكنبغي تنشوف نبغي نلقى نبغي الشجر نبغي انا الدار بيضا ملي كنشوفها. دابا هضر على صاحب الجلاله الله ينصرو، فرحت بزاف، فرحت واحد الفرحه ما تصوريش. دابا ملي كنشوف التروطوار كيصوب برا واخا شي حي اخر، المهم الدار بيضا كنفرح. شنو الحي ديالكم سميره في الدار بيضا؟ بورغون. بورغون، شكرا لك سميره على مشاركتك معنا، شكرا لك. اذا الحي بورغون. عبد الرحيم من فاس، مرحبا عبد الرحيم. السلام عليكم ولالا. وعليكم السلام. لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. الله يخليك، انا بغيت نشارك معكم. مرحبا مرحبا. ان سيكتور بارتيكولي، انا اونسيني وانا استاذ. اييه. غادي نهضر على قطاع التعليم باش ما نبقاش داك الشيء فضفاض. حسب نسمع نسمع. الله يخليك. كنظن انا هذه المساله ديال الخوف كتبقى نسبيه. مثلا حنا في لونسينيومون اللي كنقول كنخاف ماشي كنخاف من ليطا ولا كنخاف من الكرواطه كما سميتيها انت في المقدمه ديالك الرائعه، وانما كنخاف مثلا الطلبه ديالي ولا التلاميذ ديالي ما يجاوبوش. ولكن هنا ماشي خوف عليهم وغادي اتخ اوبليجي باش كدير لو بروغرام ديالك دو ا زد وديتاي لي ديتاي وتمشي مع الطلبه مزيان، لانك خايف عليهم، خايف عليهم ما يجيبوش مزيان، خايف الاباء ديالهم يتصدموا. لا ولكن الخوف اللي كتكلم عليه انت راه خوف مهني ما عنده حتى علاقه بالخوف ديال نخاف نحصل او ما كنحترم القانون الا الى خفت نحصل. لا استاذ راه كاين اما تتخاف عليهم ما يقراوش مزيان هذا خوف مهني، ما بالعكس بالعكس انت تعرف مالك وما عليك. بعض القطاعات وما غاديش نسميهم كتلقيهم في كل الاساء والاساء، كتلقي بان الموظف كيخاف فريمون ما تنزلش عليه انتيليسيون ما يخدمش معاك. انا ما استوعبتك. يعني
ما عطيتيش جو سي با بغيت نبقى نشرح بزاف. لا لا غير شرح لي انه خارج الاه ما شرحتيش غنتخيل بانه خارجين في راجل انا وياك لانه انت كان تهضر في حاجه واعتقد اني كنهضر في حاجه فشرح لي باش نشوف واش كنهضروا في نفس الحاجه. بغيت نوصلك المستدا هو ان مثلا التعليم ولا لونسينيومون ولا لا سونتي لونسينيومون ولا لا سونتي ولا لا جوستيس هاد لي تخوا ميتيي اون فان دو كونت الشخص اللي كيزاولهم راه مطالب اون اوبليغاسيون دو موان كيدير اللي عليه فقط. واخا انا فهمتك في العدل دوك سيكتور كتجي تجيب ورقه اللي تجيب غير ورقه اللي يخليك تايان وهذا وخصك تترغب وخصك يعني هذا ولكن باغ كونت ملي كتجيب هذا ولكن انا رجل التعليم مناش غادي يخاف عبد الرحيم رجل التعليم مناش غادي يخاف مثلا رجل العدل غادي يخاف الى عنده واحد القرار وعنده واحد السلطه تقديريه كتخلي ليه يقدر يساهم في كحل حياه واحد كيف ما يعدل في حياه واحد هنا جو كومبرون ولكن رجل التعليم قربني من الصوره ما فهمتش عنده خوف مني. ولكن انا كنهضر على الخوف لا تحصل من الى اخترقتي القانون فين كتهضر ما فهمتش واش كنهضروا في نفس واش كنعزفوا على نفس الوتر جيبيك مثلا كتمشي تجيب غير شي ورقه ماشي اداره في الاداره ولكن دابا كتدولي على التعليم خليني في التعليم مادام قلتي لي في التعليم التعليم مهني فقط. نعم فانا احييك على خوفك المهني اللي هو ايجابي. كنشكرك استاذ عبد الرحيم على مشاركتك واعود واذكر بموضوعنا واش كنحترموا القانون ولا ايه كنحترموه ولكن واش لانه انا مدرك لي وعي بانه باحترام القانون احترم البلد احترم المواطن احترم المواطن او فقط كنحتارمو الى خفت نحصل. ارقامنا 0522 95 36 70 او 0522 95 36 80 وربي يعفو غني. نعود شروق غريب نعود لاجواء برنامج نوضح لك مستمعاتنا كل ما التحق بنا اللحظه موضوعنا سهل واش كتحترم القانون واش كتحترم راسك بعدا واخا انت كتحترم القانون علاش؟ لأنك مدرك وواعي ومربي عليها وكتحس بأنه حتى بدون ما أنك تفكر كدير ردود أفعال وكت مواقفك فيها احترام القانون بلا ما يمكن يلاحظ عليك شي حد يقول تبارك الله عليك كتحترم القانون. لا طبيعي عادي مفروض يكون هكذا أو لا كتحترمو ملي كتخاف تحصل. 0522 95 36 70 أو 0522 95 36 80. زهيرة من دار بيضة مرحبا. ألو السلام عليكم. شو بارك زهيرة؟ كدير حبيبة بخير؟ غبرتي علينا إلا؟ هانية لا ما غبرتش كنتصمت كل شيء ولا ما تصمتش راه مسجل وكيوصلني. واش كنقول أنا دائما كنقول مرحبا حتى من يكتفون بالاستماع. الله يبارك فيك. كي دايره مرحبا بك الحمد لله على خير. كي دايره دوزتو قالوا لي راه دوزتو في الخدمه ومالها مخيره مزيان انا عد بالي نهار العيد راكم خدامينش. لا لا خدامين. ترسلت لي واحد البنت واتساب فيه الحلقه كلها مسجله قلت لها هما كانوا خدامين العيد قالت لي راه خدامين. لا برافو عليكم غادي نسجلوا دابا حنا كنسجلوا اللي فاتها شي حاجه كترسلها الاخرى وراه حنا عندنا السيت قدو قداش كاع ما تحتاجي تسجلي دوزي السيت. لا غير حنا باغفوا دابا شي وحده فينا الا ما غزال ويعيدكم بالجديد لو سيت ديالنا ديال راديو اتلانتيك اتلانتيك راديو بوان. الله يبارك فيك كي دايره بعدا مع كل شيء في امان الله والله الحامدين الشاكرين. الحمد لله الحمد لله واخا كنت غنشارك معك في الحلقه ديال البارح وما جيت في اخر لحظه. نعاودوها ان شاء الله ان شاء الله. غير على بغيت نقول لك واحد القضيه على القضيه ديال احترام القانون وداك الشيء اللي كنستغرب ليها انا هي باغفوا في هذوك لي مول وداك الشيء اللي كلاس كنحسي بنادم داير لاك فهمتي منظم واحد انا شفت عناصر كنعرفهم برا على دوك المجازات وداك الشيء ما كيتعاملوش بحال هكاك ولكن ملي كيمشيو لشي بلايص راقين
كتحس بهم اوتوماتيكمون حتى هما كيبداو يتعاملوا برقي. تي كيكونوا في بلايص مربجين كيتعاملوا بالرباجه ديال هذوك البلايص. يعني كيمشي الواحد مع المهمه ديال الفكره اللي بانت ليا انا اللي مؤخرا وليت كنلاحظها بزاف. دابا الا شي باركينغ في المثال الطوموبيل، الا شي باركينغ كلاس ديال شي مول ولا شي بلاصه كتصيبي كلشي غادي كياخذ تيكي بشويه، ولكن الا كانت شي بلاصه مرونه كتصيبيه صافي حتى هو كي فهمتي مرونها. اذا كيطبعوا مع كي ها ماشي في الدم كيمشيو مع البلاصه اللي هما فيها. بحال في المثال كتلقاي شي واحد كيكون محيح في شي درب ولا شي حاجه، ولكن الا دخل شي بونك ولا دخل شي بلاصه كتصيبيه منظم، كتصيبيه جمع وطوا، جمع شويه داك فهمتيني اش بغيت نقول. دار راسو سيفيليزي ومتمدن ومتحضر. ها دابا هذه اذا السؤال في نظرك هو احنا كان حربائيين بمعنى الى لقينا ما نترونوا كنرونوا، الى بان لينا الكل شيء منظم غنديروا راسنا منظمين هكذاك. دابا هذه لاحظتها هي في عرس لا العرس في شي بلاصه كلاس الواحد كهو حتى هو كيبدا يمثل راه كلاس، الى بلاصه مربجه كيخرج ليه داك الشيء العادي ديالو. دابا ولا هذا الشيء فيه التمثيل فهمتي، ولا كنحس بلي هذا النظام ماشي كنحاولوا حنا نعلموه لولادنا ولا حنا بيدنا. لا انا في المثال كندير بزاف ديال الاخطاء، بحال دابا في المثال في السوقان كتصيبي واحد الطوموبيل ديال برا كتصيبي مرونها، كنخرج راسي كنقول واش هاد السوقان كديروا في المثال في فرنسا ولا في اسبانيا ولا ما كيديروش حقاش تما خايف، اما هنا كيصيبها مرونه حتى هو كيسوق مرون. ماشي كيستيون ديال التربيه، اما تما راه ما يقدرش. نعم ما يقدرش تما، لا دخل السبيطار خصو يوقف بالنظام، الا غادي في الطريق غيوقف بالنظام، غيطبق كل شيء. شي انا مع القضيه ديال ان داك الردع انا معاه على الاقل واحد المده، لان ملي كنهضروا اختي على التربيه دابا حنا اللي كنفوتوا 30 عام ولا اش غيعاود يتربى فينا؟ ما كيبان لي واحد اللي فيه 29 ولا 27 اش بغى يتربى فيه؟ هذا انا ما تردعش سيرتو شي عناصر، الا ما تردعوش بالقانون وبالفلوس ويولي يحط واحد الدائره ولا شي حاجه راه والله ما يتنظم. ما غيتنظمش. اما هادشي اللي كنهضروا عليه ديال التربيه خصو يكون دابا في المثال في المدارس، هادشي اللي مازال صغير وغادي طالع فهمتي، هادوك اللي نهضروا على التربيه. اما الناس كبار راه مشكله، راه مشكله. انا كنعرف عناصر قريبه ليا كاع نقول لك من العائله، والله كل ما كان في المثال لوطوغوت كاين الرادار ولا بلاصه اخرى فيها الرادار والله تيمشي حتى الاقصى السرعه اللي عنده، كيقول لك انا علاش دايرين 240 ملي ما نمشيش بها انا فهمتي كيفاش. دابا كاين شي حوايج خصهم الردع، خصهم الواحد يخاف، لان احنا شويه واحد العصير منا قلت لك يخافوا كيحتارموا شويه. نعم فعلا وجهة نظر وفيها من الواقع، وانت كتكلمي وانا كيحضروني صور تؤكد ما اشرتي له. شكرا لك زهيرة على مشاركتك معنا. شكرا لك، دائما في اطار موضوعنا واش كتحترم القانون، بعدا واش كتحترم راسك، وإلا كنتي كتحترم هذا القانون كتحترمه عن وعي عن ادراك حتى بلا ما تخمم أو لأنه خايف لا تحصل. أرقامنا 05، ننتظركم في حقيقة، بغينا نكون كثافة على قد لأنه كل واحد عنده نصيب أو كل واحد عنده رأي في الموضوع يمكن تكلم فيه، وانت غير هكا بوحدك كتبغي تهضر بوحدك. بعد ما كنكون في الشارع راه بزاف كتبغي بوحدك كتهضر، وياريت لو لقيتي مع من تشارك في الهضرة وتهضر. أذكر 05 22 95 36 70 أو 05 22 95 36 80 في انتظار مشاركتكم. لا تلوموني من توقيع الشاب خالد. هو سؤالنا اليوم اللي مفتوح بطبيعة الحال، واش كتحترم القانون؟ واش كتحترم راسك قبل ما تحترم القانون؟ واش كتعتبر بأنه احترام القانون ما هو إلا احترام للإنسان وللإنسانية، لهذاك المواطن، ليك، للبلاد، كلنا تنقولوا بانه عزيز علينا البلاد، اولا كنلوموا الناس اللي كتخرب البلاد وتنقولوا ويني هذه بلاد ولكن واش حنا كنكونوا فاعلين ايجابيين في البلاد اولا فينا غير الهضره؟ ولا احترمنا القانون كنحترموه على ادراك ووعي ترابي، اولا ملي كنخافوا نحصلوا كما كيوقع في
الرادار لا هنا وكل واحد تعيط الله يقول لي شوف رد بالك كاين واحد الرادار هذا من دابا واحد 10 مينوت ها انت شوف نقص في اشياء كثيره. كريم من دار بيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام كريم. الاخت بغيت نشرح على هذه المساله بان حنايا بلد غادي نتقدم وحنا كاملين واعيين هذه المساله لان مازال غادي نطوروا حتى النظام ديال القوانين وداكشي غادي ان شاء الله في التطور ولكن الواحد مسؤول يحس بنفسه بانه ما منخرجش مع داك القانون واخا القانون صوتت عليه الاغلبيه ديال المواطنين هو يمكن يحس براسو بان داك القانون ماشي مساله اللي هي جوست اللي هي هو موافق معها ولكن إذا بغى يكون مواطن فعال خاصو يدير جميع المجهودات اللي عنده باش يغير القانون حيت ما يمكنش نقولوا هذا القانون ما عجبنيش ونخالف القانون هذه مسألة اللي يمكن لك تخالفها ولكن وباراليل خاص ضروري يدير جميع النضالات وجميع الوسائل اللي حنا كنفكروا عنها الديمقراطية ديالنا باش نغيروا هذا القانون. وكاين سؤالي سؤالي في الحقيقه بطبيعه الحال كاين ناس تتفق ولا تتفق حسب القوانين وتفاصيلها ولكن هل نحترم قانون الحياه؟ هل نحترم قانون ما لي وما عليك؟ هل نحترم قانون القانون التشاركيه في الشارع في البيئه في الزنقه في هذه بلا راه ملي تنولوا داخلين في تفاصيل وما تعجبنيش هذا القانون وهذا البند وما تعجبنيش هذا لون كان هذا راه وصلنا لواحد المستوى فيه شويه ديال الوعي بهذا ولكن انا كنقول الواحد اللي ما عارف كاع اش واقع في الدنيا وكاينه حاجه يمكن تحترم القانون بطريقه من بالابجديات الاحترام ولكن ما كاينش انا في هذا العالم عاد غاد نتكلموا على اللي عنده موقف من واحد تفصيله في هذا البند او في هذا الارتيكل. كريم معلوم الحق شنو مازال عندنا 50% ديال الاميه هذا واقع هذا واقع باين والواحد ما كيعرف لا يقرا لا يكتب كيفاش بغيتي يشوف البلاكا ويفهم شنو تقول كاع بحال عايش هو في بلاد واحد اخر ذاك البلاد اللي بحال انا دابا مشيت ومشيت انا في تجربتي الشخصيه مشيت للبلاد ديال الطايلور ملي مشيت حسيت براسي بحال امي حيت تمشي وتلقى داك الشيء اللي مكتوب ما تفهمش حتى شي كلمه حيت ما كاينش جوج ديال اللغات باش نفهم بالانجليزيه اذا هذا السيد معلومه كيحس براسو بانه ما اندمجش في المجتمع وعاد تطلب ليه شي حوايج على حنا واحلين غا مع الاميين على حنا واحلين غا مع اللي ما على على غا اللي ما تعرفش يقرا هو اللي داير البلباله ومرون الدنيا ولا الناس بسياراتهم الفارهه والفاخره و معلوم ولكن لا احد قانون رقم واحد لا احد يجهل علم القانون والسيد ما عندوش حتى الوظيفه باش يقرا القانون باش يفهمه اسلوب باش مكتوب به القانون خاصو يفهمه مايمكنش واحد هو ما واعيش بواحد المساله وتجيو من بعد تعاقبوا عليها حيت بزاف ديال الاحيان ما تيكونش هو عارف القانون ما فاهموش على ملي كيكون الواحد كيرمي الازبال من سياره واللي كيضرب شي واحد واللي تيتعدى عليه واللي ما تيمرش فين خاصو يمر واللي كيخترق القانون في الادارات واللي خاص ضمير كثر من القانون ولا القانون كثر من الضمير؟ متفق معاك ولكن سوء الحظ لالا مين كيولي الضمير ما تيوافقش مع القانون هذا هو النقطة اللي بغيت نشلك ليها يمكن السيد يكون هو ما واعيش أولا بالقانون وخا يكون واعي بالقانون يكون هو ما متفقش مع ذاك القانون إذا خاصو هو يدير واحد المجهود ولكن أنا المجهود راه متبادل راه كاين ثلاث سلطات اللي خاص هاد الناس يتراوحوا معاه هاد الموضوع تناقشوا معاه أنا كنشكرك كريم كثير على مشاركتك معنا فكريم تيتكلم على أولا خاص الناس توعى بالقانون ويمكن يكونوا وصلات ويكون تبسيط وتفسير للقوانين لعل وعسى. مصطفى من دار بيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف دايره مدام شرف؟ الحمد لله على خير. بخير. وانت؟ الحمد لله بارك الله. تفضل سيدي تفضل. انا عندي واحد تدخل بسيط. مرحبا. انا كنلاحظ ان القانون في المغرب كيطبق على الناس البسطاء الفقراء. الاغلبيه ديالهم. وعلى الفقراء كيطبقوه بعدا؟
ديما عندنا ديك الشوفه ديال المسكنين. مع انه ماشي دائما الفقراء او الناس اللي امكانياتهم ولا ان الفقراء اسميه ما تعجبنيش او الناس اللي الوضعيه المعيشيه ديالهم اقل من المتوسطه تيكونوا تيجبدوا تاهما من العينين كما كيجبدوا من العينين هادو اللي تكلمنا عليهم اللي تيكونوا بسيارات فاخره وكيصطموا على جميع القوانين وعلى جميع الناس بجوج ممكن يكونوا كيجبدوا من العينين وبجوج يمكن يخربوا البلاد. متفق معك مدام مشوره ونقدر نسحب الكلام ديالي عاود ما نقول الفقراء نقول الناس البسطاء ماشي البسطاء اللي وضعيتهم اقل من المتوسطه على حسب على حسب البغم او على حسب معيار ديال الشريحه المتوسطه اقل شويه ولكن تهما الا اخترقوا القانون كيخترقوه بسم وبجح وبجحد وبإجحاء ما بغيتش نبقى نسطر بالحمر لانه انا في المباشر باش نكتبها ونعاود نسطر ونفكر فيها بلاش باس نعطيك مثال بسيط مثلا مشروع غير مثلا ملي كنكونوا سايقين في الطريق ما كتكون واحد السياره ديزيام بوزيسيون مثلا ديال واحد السياره ساريه كتبدل شي انتيا انا متاكد ان 90% ان شرطي المرور ما غادي يقيش ديك السياره. شكون قال لك ولاو كيقيسوهم وتيوقفوهم وتنتفرجوا فيهم وتيعجبنا الحال وكيشحفوهم؟ انا لا غير الويكاند اللي فات كنت في المعارف كانت واحد السياره فارهه حتى واحد يقدر يقرب لها. لا 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 هادشي هادشي يمكن ولا من الاستثناءات ولكن صدقني باش ما نعاودوش نديروا كل شيء كحل صدقني وليت تنتفرج وتنتمتع والله. سعداتك. لا كانوا في لوطوغوت وفي الطرقان وفي العطال وداكشي حنا غاديين وكنتفرجوا فيهم كيتستفوا واقفين وكيتجبدوا وكيتشمشوا إيه لا لا واعرين دوك السيارات كان حضر العكس على مدام شو انا اعتقد بكل تجرد اعتقد انه كان قبل ولكن دابا اعتقد انه الا كان صبح من الاستثناءات من الاشياء اللي ما هيش كما كانت من الغالبيه والاقل هو يوقفوهم ما نعرف المهم اني انا استمتع وتنشوف بعيني كما كنشوف وما بقاش الهضره والكثره ديال الهضره وتحنا مواطنين وتنحضروا وتنشوفوا وتتوقع علينا اشياء ما كاينش اللي كيعقل علينا الا غلطنا. ايوا كان ايوا كنتمنى مادام فعلا نستمتع استمتعت انت يا غير ما تطردش البال الكاس المملوء مع انه نناقش الان حتى الكاس النصف الفارغ لازم نناقشوه ولكن حتى المملوء ما نوضوش نكروه شويه إلا بغيتي. شكرا لك. البرنامج ديالك رائع رائع وانا من المستمعين ديالك في الخفاء. شكرا لك ومرحبا بك وبكل من يكتفي فقط بالاستماع هو لا يكتفي فقط بالاستماع بل بأشياء أخرى نقدره عليها ونستفيد كما يستفيد صدقوني. شكرا مصطفى شكرا لمستمعينا نشوفوا واش معنا شي حد رقمنا الهاتفية 0522 95 36 70 أو 0522 95 36 80 ونسمعوا لي لوكيل دو نو سيلين ديون وغارو ونعود بعدها لا تنسوا أننا معكم لحدود الساعة الرابعة وموضوعنا واش كتحترم القانون؟ اجي بعدا واش كتحترم راسك؟ واخا كنحترم القانون علاش؟ لانه انت هكاك في الدم كنحترمو حتى ما حتى كاع ما كنقول اليوم غنحترم القانون او لا كنحترمو ملي كنخاف نحصل ولا درتها وبنت لي الوجيبه كنقدر نخرقو ما نعرف. صلاح من اكادير. الو صلاح. الو السلام عليكم. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. تفضل اسيدي. نهار كبير هذا هضرنا معك. مرحبا بك. لا تنهضروا على حساب القانون. ايه. راه كما قلتي تيب اللي كاينين في هذا العالم. تيب اللي تيدير عنده القانون في راسو وتيب كيخطو القانون. وانت اش من تيب؟ انا ليدو. مثلا هضر لي حيت حنا راه ملي عرفتي ملي تنهضروا على الاخر نتمط وانا تيجينا السوبل وكان فهمتي تنمشي ولكن ملي نهضروا على راسنا قول لي بحالاش لي دو انت. نعطيك كاين اللي تيكون عارف القانون ومثلا تتناقش مع شي حاجه وعارف ان هذاك الشيء قانون هو هذاك وديما تمشي معارضه كاين هذا. وانت اش من تيب؟ انا كان انت عارف القانون وكتخترقوا ملي تيبان لك بغيتي تخترقوا ولا ما عندك يدير ولا ما نعرف وراه شوف
ولكن قرب لي دابا، كان صوتك مزيان من اللي غتهضر على راسك. مشى شك راه ما يمكنش انك تتبع القانون ديما. ما يمكنش. علاش ما يمكنش يا صلاح؟ مره مره خرج بالقانون. علاش؟ لا لا علاش؟ وانا بقيت ديما قانوني راه غادي يجيبها فراسك. غادي يجيبها فراسك بحال عاش. فوقاش احترمتي القانون جبتيها فراسك؟ ماشي مثلا تتسد لنا انا في غير اكزومبل مثلا ديالها ديال السيركيلاسيون. تتسد بلاكه ديال 60 عندك هي 60 ياك؟ ولكن ما تصيبش نهايه 60. اش غتقول؟ تمشي قانوني تمشي واحد 400 كيلومتر بلا 60. اذا كتزرب. اذا كتفوت الحد. تاخذ الانيشيتيف ديالك وتتزطم كما تيقولوا. نعم. ايه عطيتينا الصغيور، زيد عطينا شي اختراق للقانون. هذا كبير. لا ما نقدش عليها. ما نقدش. شوفوا كان صح. لا ما نقدش. واخا ومن غير السير ما حنا كنتكلموا على اختراق القانون في كل شيء، ملي تنتكلموا على البيئه، ملي تنتكلموا على علاقتك بالمواطن كمواطن، ملي تلاقاو في شي مكان عام وخاص يكون الاحترام، ملي بزاف الامور. انا متيكون بحال داك الشيء تيكون الاحترام تحقق مأكد 100%. وبارفو انا عطيت انا غير اكزومبل مثلا لاكور شي بلا، حنا شادين لاكور ولكن واحد تيجي كيطبخ. تبغي تهضر معاه احترم القانون بحال ما تيلقز الناس اللي معاك في لاكور تيقول لك خليه. كاينه ولا لا؟ داك الشيء كان شري دماغي شويه. انا اعتبره اسلوب لا مواطن ولا حتى حاجه ديال بنادم. مالك على الهضره ومالك على الملاحظه. ولكن هذاك شتي بحال هذاك النوع حنا اللي خصنا ندخلوا للقانون. خصنا كلنا نهضروا معاه. ولكن انت كتخرج مره خليته هو راه خارج كما كتخرج انت. غير انت كتخرج ما شافك حد، هو كيخرج شافو حد غادي نفرضوا عليه عضلاتنا ديال القانون. بيان سور. ولكن انت ملي كتخرج للقانون الا كان ديما خارج وانت باش عرفتي ديما انت راه حضرتي لي انت راه ما حضر لك حد. لا اسمح لي صالح، كاينين دي تيب اللي ديما ما عمره هو تيتبع القانون ما تيعرفش شنو هو القانون. وحنا باش عرفنا؟ حنا شفنا غير في عقله ما تيعرفش شنو هو. وانت باش ضمنك وانت شفتيه مره؟ لا الا شافك انت شي مره غيقول لك انت نفس الشيء. لا 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 معروفين هذاك اللي تصيبوا مع معروفين مع القانون ديما تصيبوا ما كاينش هو يشد لك الصاف ولا اي حاجه خصو يشوف لك شي حاجه فاش دير الصاف. ما كاين مشكل. اون بليس دو سا بارفوا تتبغي دير القانون دير المسائل كوم الفو تجي للناس ديال الدوله موظفين ديال الدوله ما تيخليكش دير القانون بحالاش. اكزومبل عندك ان بروبليم مثلا بغيت تدخل شي حاجه من برا في الديوانه ولا هذا تدخل ندخل شي حاجه ندخل الصحيح. هو احنا في الصحيح. تفادي كتخترق القانون باش كدهن السير باش يسير سي صالح. لا هو تيفرض عليك شي حوايج تيقول لك شوف وانت كتفرض ليه والاخر كيتفرض ليه غدير بارفوا راه هو اللي قدامك ولا راه كاين ديال الاوبستاكل بزاف ديال الاوبستاكل قدام. اذا كدهن السير باش تسير. فوالا الله يرحم الوالدين. اذا ما بقيتيش غير في 60 مشيتي في الغاويص. شوف حنا مغاربه كلنا. وانت قلتي لي ما تنفوتش 60، انا ما كنخترق القانون غير في 60. توصلتي للديوانه مره ولا شوف كاين شي حوايج اللي ما يمكنش ديرهم كوم الفو لان الاخرين. راه انت كتقول ما يمكنش وانا كنقول ما يمكنش الاخر يقول ما يمكنش وبالتالي راه ما عمرها ما غادي تيمكن نحترموا القانون كاملين. الى كل واحد حيت الى هذاك العامل او ذاك الموظف الى كان انت كتقول لا والاخر كيقول لا والاخر كيقول لا غيتواطى مع الارض وغادي يطبق القانون بلا يطره ليه. ولكن انت كتقول ما يمكنش غندهن السير باش يسير والاخر غيدهن السير باش يسير. موال من الجميع. عرفتي اش غنديروا؟ انا غنشكرك صلاح لانه شحال هذه في الساعه يداهي من الموجز. شكرا لصراحتك. وخذ خالد من مراكش بعد الموجز الاخباري. ابقوا معنا. نعود لاجواء برنامج نوضح لك وكل ما التحق بينا اللحظه موضوعنا واش كتحترم القانون؟
واش كتحترم راسك؟ واخا كتحترم القانون، علاش؟ حيت انت تتشوف بانه انت باش تكون مواطن صالح ولا باش تكون صالح مع راسك بعدا ما يمكنش الا وتحترم القانون، حتى بلا ما تكون كتعرف اش من فصل وعلاش كيهضر واش مدني واش احوال شخصيه، لانه تا فيما مشيتي خصك تحترم القانون. حتى المراه التعامل معها الرجل الاسره النفقه راه حديث ولا حرج، اولا ملي كنخاف نحصل ولا لقيت الوجيبه وكيفاش وتياسير وتيسيرات ولا ما كيسميوها كنصدم كنمشي ما كاينش مشكل. ما نعرف ارقامنا 05 22 95 36 70 او 05 22 95 36 80. خالد من مراكش. الو خالد. خالد مرحبا بك، بارك الله فيك. اول سنه تفضل. نشكرك على البرنامج. مرحبا، هذا واجب. تفضل. بغيتي نجاوب على السؤال ولا نعطي اللي بغيتي؟ مرحبا. انا والسنة انسان كنحاول اقصى ديالي باش نحترم القانون، ولكن في هذه البلاد السعيده الا كانت عندك روح وطنيه وبغيتي تحترم القانون راه غتجيك هيستيريا ويجيك شي مرض نفسي، لانه العالم كاع اللي داير بك حتى شي حد ما كيحترم القانون. يعني كيجيب لك راسك انت بوحدك اللي احمق وكل شيء باقل. هذه راه يمكن كاع الناس اللي في هذه الحاله راه كاين. النقطه الثانيه اللي بالنسبه لي اول حاجه خصنا نهضروا عليها في الاعلام، في الراديو، في التلفازه، في التعليم، في اي مكان، هو ان خصنا نواجهوا نفسنا. الانسان المغربي خصو يواجه نفسه ويعرف بانه واحد الانسان اللي صعيب وقبيح بزاف بالمقارنه مع الشعوب ديال الكره الارضيه. علاش؟ وانا الحمد لله ماشي في الشارع باش ما تجيش فيها شي حجره قلتها تهضر. علاش علاش مقارنه مع الشعوب كاملين حنا هما القباح؟ لا حنت حنا استاذه كاينين الناس مزيانين، راه كاينين شعوب اللي كيضرب الفريده وبالماس وعندهم عندهم العصابات عنده فردي كيهزك كيتيري فيك. لا ولا كنهضروا على الشعوب، شوف الا كنهضروا على الشعب اللي كيديروا هذا الشيء وشنو غنسميوهم؟ هذوك ولا يعني الا جينا نقارنوا نفسنا بالناس اللي احسن منا راه عندنا مشكل. كيف انت طرحتي الانسان المغربي ما كيحترمش الضو الحمر، ما كيحترمش الضو، ما كيحترمش مار الراجلين، ما كيحترمش الضريبه، ما كيحترمش جارو، ما كيحترمش الزوجه ديالو، وهذه النسبه المئويه راه كبيره بزاف. يعني باش نصلحوا هذا الشيء راه اول حاجه باش نصلحوه هي خصنا كدوله كمؤسسه كاعلام نقولوا للانسان المغربي الله يهديك خصو يواجه راسو، ما خصش يبقى النفاق الاجتماعي والسياسي، خصنا نقولوا لراسنا حنا قاريطي راه كاينه شي حاجه غلط. وحنا ما حد العالم كيتفتح والعولمه والانترنت وحنا كنشوفوا العالم قدامنا اكتشفنا واحد الحاجه بالمقارنه مع الناس الاخرين بان حنا راه بعاد بزاف ومازال خاصه الخدمه بزاف. وهذا البرنامج راه نقطه في بحر. انت ما عمرك ما خرقتي القانون؟ استاذه ما كاينش شي واحد ما كيخرق القانون، غادي نكذب عليك. هو اذا نحسبك انت منين يا شعب؟ لا بلادي فسر لي. انا غير كنسول. لا استاذه شوفي انا نقدر نخرق القانون لكن كان قبل مني بشي خمسه دقائق ممكن نمشي بسرعه، مثلا كانت 60 نمشي ب 80 120 نمشي ب 130 ولكن انا راني كنمشي وعرفت بان خرق القانون وكنتحمل المسؤوليه. كتعرف منين تخرقوا؟ منين منين دوز ليه؟ لا 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 كتضرب وتقيس وانت تخترق القانون كتضرب وتقيس. كنتحمل المسؤوليه ملي غادي نغلط، كنتحمل المسؤوليه. لا ماشي ملي غادي تغلط، ملي غادي تحصل كتحمل المسؤوليه. وين الا ما حصلتيش؟ استاذ دابا انا خديت لك مساله بسرعه، مساله اخرى ما كايناش. المشكل اللي كاين هو ان الانسان المشكل ديالنا حنا الكبير الغلط هو انه كيغلط ولا يعترف بالغلط ويتمادى بالتماطل وبالكذوب في المحاكم وباي حاجه بغيتي يديرها. الانسان مستعد باش يدير اي حاجه. يعني كيخرق القانون وكيخرق حتى
ديك المساله البسيطه اللي في الانسان اللي هي واخا من غير قانون السير ما عمرك ما اخترقتي حتى قانون او تطاولتي على شي حد او تجاوزتيه او لا 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 جيران لا أه؟ لا ما كنمشيش للتيران لانه جيران الجيران ماشي التيران لا 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 ابدا 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 ممكن تلقى عليا واحد الجار مره ولا جوج يقول لي الله يخليك راه عندكم صداع الدراري كيلعبوا واسمح لينا عندنا الوليدات صافي قبلت الملاحظه وعملت على التغيير ديالها وكنظن النقطه ديالي واضحه بالنسبه للانسان المغربي خصو يواجه راسو كنتمنى الخطاب خصنا نواجهوا راسنا ونعرفوا راسنا شنو كنسواو واشنو خصنا نديروا باش نغيروا من الوضع دي. نعم انا كنشكرك خالد يا راه يا استاذه غير يجي واحد اجنبي للبلاد عندنا يجي في الطياره ولا يجي في الباطو ولا يجي في نيمبورت كون غير كيوصل للحدود ديال البلاد عندنا راه كيشوف المشاكل اللي ما كيعرفهمش ولا سفر عام كيشوف الناس ما كيكرموش الصف كيشوف السرقه كيشوف الطاكسي كيدير اللي بغا كيشوف خالد عمرك ما دهنت خالد نعم عمرك ما دهنتي السير باش يسير لا وقعك اذا انت منش من شعب ودابا استاذه انا من الشعب المغربي ايوا اذا مرحبا أنا بك الشعب ديالنا استاذه مرحبا بك حبيبك عندنا داك الشعب اللي بديتي به فاحنا كلنا من هذاك الشعب فمرحبا بك شكرا لك خالد من مراكش اخذ عبد الرحمن من دار بيضاء لو عبد الرحمن بونجور لاله بخير بخير السلام عليكم سنه سعيده وعشر مباركه اهلا وعليك سيدي عرفتي راه جسوي ماشي في خشبي ولكن راه انتم واحد الخدمه اللي فيها الارهاق وفيها ما عندنا حتى ارهاق ما عندنا حتى ارهاق حنا عمرو خدم في ميتي ديال الكوميونيكاسيون غادي يشحر كلشي مزير وكلشي لا لا وحنا مزيزين وحنا ما عندنا ارهاق ويعطيك عوينه وتشوف حنا بخير تهضر بلساننا حنا والله حتى زاز كم واحد خمس سنين هذه وكتقطع لي التليفون وقلت بون شي باش ما كاين ساعات ولا جلستي خمس سنين باش تعاود تعيط لينا لا حيت كنقول بون الخير كما تيقول واحد السيد الصديقي الخير ديما لقدام ماشي باقي لقدام ديما لقدام ديما لقدام الوغ كنا كنهضروا على داك الشيء الفيضان وهذاك الشيء تقريبون دونك من 2010 واقيلا ولا 2011 ايه الوغ موا بقيت واحد 30 عام وهنا عايشين اوف شور اللي قال هذاك الشيء قال كنخدم في واحد الشركه ما نعرفوش نذكر سميتها ولا لا هي تصفون شركه ديال الدوله دونك ما غادي نقولوا عيب هي مدرسه بحال حد ذاتها كانت مدرسه دابا الله اعلم الوغ كيستيون كاين كلك ديال المخالفات اللي بغيتي ولكن تمشي تمش بلا سيكيوريتي خفرت عليك ولا تمش بلا بروسيدور ولا ما تختارش فين هذا الشيء فين في الفوسفات لا الفوسفات حنا في ماشي بالضبط الفوسفات حنا في الميتي ديال اليمين بصفه عامه المعادن ما كيمكنش تلعب معاها يمكن تمالغ مع اي قانون ولكن القانون ديال لا سيكيوريتي ديال الطبيعه الا تلعبتي معاه بحال البحريه الا تلعبتي معاه هو كيطلع بك دائما غوفنو غوفنو عزيز هذا الاخوان ركزوا على قانون الشير وهي راه طاشون كاع دائما القوانين كلها اللي يلزم باش تحترم وهذا الشيء ما عرفتش باش غنبدا لان راك عارف واحد اللي عنده لا روتريت و 63 عام واش ميدو كيبغي يتعلم كبار ما بقاوش لي كرون بارون ديالنا تيخبروا وطغى عليهم الواتساب ولا شكون هو اللي طغى عليهم الواتساب؟ علاش الواتساب كي لا ولا داكشي ان ديريكت ولا داكشي الوك الخبيره حدا الكانون ولا في سميتو شي كومون ديفيرون ما بقيتش ربط ما بقيتش ربط تفسر لي زعما حنا فينا التخبار شنو بغيت نقول لك حنا فينا اسمح لي ما تنسمعكش مزيان حنا فينا التخبار فينا اون ايم راكونتي اون ايم راكونتي بارلي لي فيو لي فيو لي فيو كوم موا احنا كنا مجتمع زين نخبروا الوغ كاين شو غنقول لك شحال جوج ثلاثه اربعه الحوايج ما في بساطه بعجاله قصوى واخا احنا كنا مفرناشين تعلمنا العربيه الحمد لله بالشمع كما تيقولوا الوغ العربيه العربيه ما الدارجه احنا كلنا كنجيو بها الوغ واحد الشاب راه باقي غادي يكون باقي خدام دابا شي دام بوليسي انا جون بوليسي كشوف ديالو في الدار البيضاء كنت جاي وبان لي الضوء في الشفر بدا كيشعل بدا كيهديك الشعر ما كانش هذا الضوء اللي كيرم شحال هكا خضر عاد كنمشي لا عاد كيدوز بقيت غادي هو قال لي اش الشريف فين جوج بحال كتقول لي في الشفنجه شويه توقف
قال لي هذا راه شفت لنا انفيتاسيون باش نوقف ماشي باش ضاب معاه تنبغالي وانا نحشم شديت راسي بحالكم. من تما ما بقيتش عاودتها تيبان ليا الضو صفر لهيه تنبدا نخش من السرعه وكيبدا عليا كراكسون من اللور هدف احترام قانون السير، ولانه موضوعنا احترام كل القوانين، ما اكثر كيتبادر الذهن هو واش عمرك دهنتي السير باش يسير. اش نقول لك؟ نقول ملي كنت واحد لاج، ملي كنت واحد لاج كنسمع عليك قضيه خصك تدور كذا كذا، كنحاول الحمد لله ما نتجاوزش، ما نديرش بعض التجاوزات. ولكن ملي الشيف كيسمح ليا كيشوف انت مولات الخير كنت ديريكتور وكنت هادي وهادي وهادي، كيفاش انا حتى كنمشي حتى كنبعد من واحد 100 متر وكنعاود نكلاكسون عليه، نقول الله يرحم والدين دابا راه درت معايا مزيان وهذاك الشيء، هادي خدي راه الدراري ولا كذا، المهم شي كيك شوز فريمون سيمبولي، هادشي في ذاك الوقت. ما دابا وليت كتقول علم لي واحد ولد عمي مقاري ما عرف حتى حاجه ولكن عاش في الخارج، كنت غادي كانت شتي غادي من افشي حتى اليوسفيه من جنب اليوسفيه وانا بدا غادي شويه في الجات، قال لي اش شويه في الجات، قلت له علاش محمد هكا بون شي محمد فاشون دو باغلي مع عبد الرحمن هي سمي الو، قال لي واش نكونوا بهذا الجناح كان وليو كنطلبوا عافاك خلي البوليسي لا ما خليني نمشي، قال لي شي كري فاشون، قال لي فازيل فاشون في الغادي من تما هذه شو لا دوزيام لوسون لا تروازيام لوسون. انا ما سمعتكش مزيان. انا من 16000 دابا في الدار الرضا، عندي الولد عندي فيقرا في عين الشفاع، تنهود من هنا شي دون لا ريجيون دو كازابلانكا في الطريق في السجن كنقطع لو برونكس، عرفتي كنسمي انا لو برونكس ديال الدار البيضاء، شي دي مومان هاي الشعبيه ديال الدار شاروك وكلشي الناس تيقولوا لا كذا المغاربه هذوك، سمعت واحد الاخ زويله هضر على الفئات الفقيره جو بوجور لا سمعت الهضره حاشاك ما تعملش تسمع في لي فيل في لا ريجيون شيك ديال كازابلانكا المعارف هذيك، واحد قلت له صافي قلتي لي داكشي اللي بغيت نشرح انا قلت له كنلقى هذوك الناس في الصباح تنهود الصباح مع الصباح الصباح الشطون الصباح جيبو جير هذوك المشاكل اللي كيجمعوا داك من الزباله من هي الكروسه وهذاك الشيء جيبو جير ملي كان ديكراكسيون عليه غير بشويه باش نخليني ندوز هذاك الكلام اللي كيخرج من فمو جو سي بري ا لوي ليسي لا فواتور نقول له خذ نتاع الطوموبيلات تالمون الي بولي. نعم واخا، واش عمرك دهنتي السير باش يسير، بحكم انك مدير وبحكم انه كنتي مدير وبحكم انه غادي يكون عندك مسائل اداريه كتبغي تقضيها، ولا بحكم انه كاين اللي بغى يقضي من عندك فهو اللي كيدهن السير عندك مثلا؟ هاني جاك الهضره تفضل. ملي كنت قلت كما قلت لك مازال صغير مازال كنا كنسمعوا انا هذيك صغير نسبيه عندي راه صغير تقدر تكون عندك 40 تقدر تكون عندك 10 سنين 30 كنت صغير واخا يلا باش نعرف اش من صغور راني تتهضر عليها جابو جاسير قبل من لورين ديال محمد الشادي الله يرحمه ملي لان ليكزومبل ديال دون هو ملي كيشوفوا بانه هو il y a une nouvelle façon de vivre. Il y a une nouvelle éthique. Je vous jure, là, il m'est arrivé de payer ce qu'il faut, donc vous l'avez fait, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais وين قبل كنت لا من غير المخالفه في الحياه انت كنتي مدير ما عمر ماشي حد ما خديتي من عنده ما خدا من عندك لا تقولها مثلا شا جو بو لو جيري على المصحف وعلى اللي بغيتي لا لا لا, لا, لا شوف احنا اصوات هنايا احنا فقط افكار هي جايه بواحد الوسيط سميتو الصوت فانا ما عندك ليش تحلف لي لانه انا اصلا ما كتعرفني وما كنعرفك احنا كلامك ثقه كلامك ما حط انا نقول 100% هذا الشيء كيرجع حتى للسن ملي كتشوف ولاد كبروا كاين اللي شوماج وخدام ومن بعد خدام ورجع شوماج ومن بعد هذا الشيء كتبدا تشوف كتقول وقلتها في بعض الجلسات الرسميه كنقول له شوف راه ما كاينش نو زافون دابا واخا دوك لي شيفر اللي كاينين راه نو زافون اونتر 6 مليون دو شوماج واخا ولادك خدموا شويه بالمعرفه؟ نو ديتو ديتو خليه يدبر راسه واحد راه شومير جالس عندي في الدار تيدير ديفلوبمون فورماتيك في الدار قلت له ما حد اللي حي يجي كل الخبز يدبر راسه كيدير الوغ جابو جاشير من هذه الناحيه هذه علاش؟ لان شفنا لا ميزير طوبال ملي كنا في الميتي ديال لي كتشوف الناس ملي كيجبدوا الخبز اللي خدام كاع اللي خدام كاين دي جون كو سون شوماج ولا شي خدمه هذيك الخدمه عندك شحال يقول لك 8 درهم في الشهر ما يخدمش
كيفي كيجي شي واحد كيبقى كيدير محلك وكذا كنقول له شوف واخا هذا الفلوس ديال الطاكسي باش تمشي وتجي وداك الشفاعات كنقول له عندك واحد نعم عبد الرحمن غادي نبداو عبد الرحمن انا كنشكرك على مشاركتك لانه شويه فوتنا لا في الوقت ولا في الموضوع فأكيد سمعنا منك الكثير من الموضوع شويه غنبداو نتحاكاو يمكن نعملوها في حصص اخرى ما عندهاش هذا القيمه المواطناتيه اللي محدوده في الحصص اللي كيكون نتكلموا على ما يخالجنا فمرحبا بطبيعه الحال بالمفتوح اكثر ونرجع لموضوعنا واش كتحترم القانون واش كتحترم راسك بعدا واخا انت كتحترمه كتحترمه لانه انت هكذاك كما ممكن تكون ما عارفش شنو هو هذاك واش قانون ولكن لانه كاينه واحد كتعرف تحترم النوبة كتعرف تحترم واحد خصو يدوز باين غيدوز كتحترم انه ما تاخدش او ولدك ما ياخدش بلاصة شي واحد لانه انت كتعرف داك السيد ولا انت عندك امكانية باش تدور كتحترم المرأة في الشارع لانه مواطنة بحالك بحالها ولا تغسلها فقط لانه ما عندكش كيفاش تثبت عليك انك تحرشت بها بعدا معنويا كتحترم القانون ولا كتحترمه غير من اللي كيكون باين وكاين الاليات المبتكره باش تحصل 0522-95-36-70 او 0522-95-36-80 مكروش نسمعوا لكاظم الساهر والخليط ديالو مع مامي واش كيعطي كيعطي انهم جالسين بجوج في المقهى وكل رايه في خلوها سوسبانس ارقامنا مره اخرى وذكر 05 اترك التشويق 0522-95-36-70 او 05-22-95-36-80 ومامي وكاظم الساهر ليتون شي كامل في خرق قلبته ما علينا كاظم ومامي وأجلس في المقهى نعود لموضوعنا واش كتحترم القانون واش كتحترم راسك وإلا كنتي كتحترمه علاش لأنه أنت واعي وتربيتك كتخليك بسلاسة وبدون فلسفة وتفلسفة أنك تحترمه أو لك تحترمه فقط مخافة أنك ما تحصلش ولكن إذا كانت الوجيبة ما كاين مشكل أحمد من الدار البيضاء مرحبا سي أحمد ونعمة من بعد من الدار البيضاء أيضا أحمد ألو 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 مرحبا ألو شروق لاباس بخير لاباس عليك. الحمد لله وانت تفضل انا التدخل ديالي على احترام ديال القانون كاين ثلاثة الحوايج ايه كاين وجود القانون نعم كاين الاحترام ديالو كاين التطبيق ديالو ايه فما يمكنش نعالجو احترام القانون غير بالوعي لا بالسونسيبيليزاسيون فخاص الناس اللي كيسهروا على تطبيق القانون نعم هو اللي كيعاود احترام القانون بزاف نعم هو اللي كيعطي الوعي للناس وما بحال كاين اون ليزون كاين واحد العلاقه نعم الا مشيتي للبلدان اللي متقدمين علينا الحمد لله حنا كنفتخروا بالمغرب ديالنا فهاد البلاد ماشي متقدمين حيت واعيين وراه الا ما احترمتيش القانون الصيف في امريكا 500 دولار وما كاينش فيها يعني الناس كيسهروا على الطريق وهاد عندنا الزجريه وهاد الاجراءات الزجريه هي اللي كتعاون 8% احترام القانون وانت كتحترم القانون سي احمد نعم بالوعي وبكل شيء كتحترمه بالوعي ولكن حتى هذا الشيء اللي بغيت نقول راه الوعي والوعي حتى هو كيعاون على تطبيق القانون وانت كتطبق القوانين متفق معاك انا الا كانوا مواطنين واعيين فراه القانون كيتحترم فما غاديش نحتاجوا يعني الناس اللي كيظهروا على تطبيق القانون واحمد كيطبق دائما القانون كيحترمه دائما نعم وأحمد كيحترم دائما القانون؟ لا أحمد ماشي مالك كان جميع المغاربة وكان لما تغيطي فمن اللي كنت صغير فكنت كان
كنحتار في القانون شحال صغير حيت الصغريه ديال المستمع اللي قبل في 35 20 انت في 20 كنتي صغير طيارات هذا باش نكونوا واضحين. نتابع معك السي احمد بعد الموجز الاخباري، خليك معنا ايضا نعمه. اذا الموجز الاخباري بنسخه فرنسيه من توقيع امين بوسحبه. نعود لاجواء برنامج موضح لك، تفضل السي احمد. الو مازال معنا؟ يبدو انه غادر احمد من الدار البيضاء. غير قبل ما ناخذ نعمه، يعني واحد الخلاصه كنت غنخليها في الاخر وكين نقولها دابا. كنعتقد على ما بان ليا من المكالمات ديال المستمعين انه خصنا نتسنى 21 عام ولا 30 عام في كل على كل مواطن باش ينضج ويحترم القانون، في حين في شعوب اخرى ما دام تتكلموا على الشعوب كتلقى وليد عنده 8 سنين وكيعرف يحترم القانون وحافظ ليك وعارف اش كيدير، و 10 سنين و 12 و 14 وكل القانون بكل تفاصيله كيعرف يحترمه حتى كيولي كي ملزم به، كيلقى راسه واجد عنده سوابق في احترام القانون. حنا خصنا نجلسوا 20 او 35 عام، هادشي اللي بون كان باش نديروا عقلنا. نعمه من دار البيضاء، الو الو نعمه، نعمه انت مباشره في برنامج نوضح ليك. الو نعمه ما تمشيش بعيد، حنا مازلنا ننتظروك في موضوعنا، واش كنحترموا القانون؟ لانه هكذاك حنا تربينا وعينا والدينا ملي كنا صغار كيقول لك لا هادي بالعكس خصك تردها لمولاها، لا غتسنى هنا غتشد الصف. في المدرسه خصك تعلم انه الا كان هنا الولد ما خصكش تقتنص الفرص، خصك تعلم تعتمد على قرايتك على مجهودك، خصك ملي تكبر تعرف كيفاش تقطع الشانطي، وانت صغير كيفاش تتعامل مع القانون هكا بي ما بغيتش نقول بسذاجه او قبل ما يولي ملزم به، خاصك تعرف بانه كاين الحياه قانون، وكاين واحد القانون سميتو قانون الحياه هو التشاركيه. ما يمكنش نكونوا حنا عايشين في مجتمع ما حناش في غابه وفي الاخر نتكلموا على ما كنعرفوش او لا كنحترموا. والله وتحترم القانون وتعرف تخرج عينك بالقانون، حتى هذاك اللي كيكون باغي يتلام يدير معاك واللي كيبغي يدهن معاك السير كيجي حتى لعندك وكتحرر فيه الشوفه بركوز، ما عمره ما كيقدر يوصل عندك كيحبس. والناس اللي باغا حتى هي تدهن وتكركر راه كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. على العمر على السن، انا ما عنديش 40 سنه وما عمرني ما عطيت الرشوه، عمرني ماشي غندن لعب فيها ادوار البطولات، ولكن كنعرف نحمر عينيا وبهدوء وبالقانون وبال ماشي بالغوات. ملي كيشوفك هذاك مخلوع اكثر منك، راه الناس راه ما لا تدرك مخلوع لا يحصل اكثر منك، وملي كيشوفك واقف وهادن وكتكلم بكل ثقه تيولي باغي يسل منك شوكه بلا دم، ويولي خايف ليكون وراك شي حاجه وراك شي حد، فتيعطيك القانون باش تسمع عليه اولا باش تمشي توصل لهذاك اللي يعتقد منه لانه كيكون خايف اكثر منك وتيطبق معاك القانون. اذا القانون راه يمكن نطبقوه، ولكن الا بقينا كنقولوا دهن سير وهذا وانا والاخر والاخر، طبيعه الحال غادي طبيعه الحال ما عمرنا ما غادي نتقدموا ولا غنزيدوا القدام. 10 دراهم بالنسبه ليا عيب وعاد اشياء اخرى في الحياه. فاخذ نعمه، لا ما بقاتش نعمه معي مكالمه. الو 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 زكريا، زكريا مرحبا زكريا. مرحبا، اهلا وسهلا. واحد المداخله صغيره وغادي نمشي ان شاء الله. يعني كنا غنمشيو، كاين واحد البروفير اللي كيقول وضعوا قوانين خارقوها. حنا تنشوفوا ان كاينين الناس اللي هما تيوضعوا القانون وهما بالدرجه الاولى اللي تيخرقوه. واخا اذا حنا شنو نديروا؟ الا كنا بغينا ناخذوها من هاد البلاصه حيت تتسهل علينا، وعرفتي اللي كيوضعوا القوانين كيخرقوها، اجي نرونوا هاد البلاد. لا اجي نهضر على راسي، وجي تهضر على راسك، وجي نهضروا على راسنا، حيت الا كنا بغينا نعلقوا خروقات على بعضنا ونمشوا نقلبوا على ومال الاستاذ ومال المدير ومال الوزير،
واجي واجي بيناتنا احنا كمجتمع كمواطنين مع بعضنا البعض. ها وي متفق معك، ولكن احنا تنشوفوا ان هذيك الحساسيه ديال اذا احنا مسببين، بغينا شي حد يعطينا القدوه في خرق القانون باش نخرقوا احنا مرتاحين، بغينا شي واحد يسهل علينا ويعطينا القدوه في اختراق القانون باش نخترقوا احنا مرتاحين، حتى احنا كنقلبوها غير السبه. متفق معك، ولكن تنشوفوا ان لو كان كل مواطن انه ديك الشيء اللي عطاه القانون ديالو يحترمو غادي يمشيو بقروا على خير. تنشوفوا ان مثلا الجماعات ان بنادم باش يمشي ياخذ ورقه تشوف كاين استهتار، يعني من استهتار من الطرفين، استهتار من الطرفين وبالمواطن اللي محتاج الخدمه اكثر من الاخر. ويلا تنتكلم احنا حتى حنا كان خاصنا نديروا دي بطاقات واوراق اداريه و و و و و ومن اللي كتمشي في القانون وانت ثابت ما كاينش اللي كيقدر يتجاوزك ابدا، وملي كتوقف وقفه كيولوا باغين غير يتفكوا منك، وقفه مريحه ما فيهاش البلا بلا والغوات والصداع، لا ثابته ما كاينش اللي يقدر يخرق القانون. مواطن كيعرف ما له وما عليه وثابت وهادن وراكز ما كاينش. اما انت مسبب وبغيتي تفك عليك اولا، بعض المرات كنبغوا نبانوا، كنبغوا نبانوا بان عندنا المعارف، واللي ما عنده سيدو عنده لله. نعم لا عندهم فلوس او لا عندهم بزاف الحوايج، ولكن المواطن هو اللي في النفسيه ديالو الا غير النفسيه ديالو العقليه ديالو غادي يلزم على هذاك الشخص المسؤول انه يحترمو. انت لزمتي ولا باقي كتخرق شي شويش القانون؟ اش غادي نقول لك بحكم المهنه ديالي اللي يعني لدى المعرفه ديالها، علاش قلت لك واضع قوانين خارقوها؟ اذا انت خارقوها انت ماشي واضعوها، انت مطبقوها. احنا مطبقوها شي شويش، شي ماشي شي حموريه بواحد 80% تتبقى ديك 20% ديال الحالات اللي هما تيكونوا استثنائيين، ولكن باش بحال استثنائيين حطني في الصوره. واخا تلقى بعض المخالفات او لا تتاخذ في يدك بعض المخالفات، عندك وحده من الجوج، يا اما غادي تسمح يا اما غتاخذ، او ديال الحاله الثالثه غادي تسجل له بهذا المعنى. حسب الشهر كيفاش دايز عندك؟ او حسب كاين شي عيد ولا خاصك شي مصاريف؟ لا احنا المهم بحكم التكوين اللي تكوننا الحمد لله، يعني الاطر اللي خدمنا معاها وكل شيء داز بخير وعلى خير، تعلمنا حاجه وحده اللي هي يسمح يا يطبق، اما بينهم ما كاينش. ما عمرك انا يعني لا ما عمرني، يعني ما تنقولش ما عمرني، ما عمرني انا ما عطيتش فلوس، هذه متفقين اما قضيه المعارف يعني دوزناها بالمعارف، احنا ما تنكروش هذا. ياك ما خدمتي بالمعارف؟ لا هذه الحاجه الوحيده اللي تنتحدى اي واحد فيها انني ما خدمتش بالمعارف، جبتها بدراعي ودخلت بدراعي ولله الحمد، لحد الساعه باقي غادي بها بدراعي. هذا الشيء باش حنايا بخير وعلى خير. انا ما غاديش نطول معك لكي لا احرجك لكي اشياء اخرى افضل انه نديرها على المستمع ديالي واحفظه واحفظه ما وجهه، ما غاديش ندخل معك في التفاصيل لانه ادركت انك رجل شرطه، فانا اشكرك على مشاركتك معنا. اخذ يونس من بوسطن. الو يونس، يونس بوسطن الولايات المتحده. الو الو فين كتمشي يونس؟ فين كنبقى؟ هو بوسطن كاينه شي شميسه، كاينه شي شتيوه، ما عرفتش شنو كان عندي. والله الا يلاه اليوم النهار الاول كنت وحق هذا النهار الاول لي والله اليوم النهار الاول لي النهار الاول طاحت لنا الثلج. على سلامتكم، انت كما بغيتي الثلج. انت قلتي لي هذيك المره هما باغيين وصافي خلي الله. انا مالك ما بغيتي الثلج؟ حتى الثلج راه زوين، انا ما كرهتش دابا نشوف الثلج. لا ما بغيتيش الثلج؟ الخدمه ديالي ما ما بغيتيش الثلج؟ يعني ما كنحملوش اخي، يعني ما كنبغيش بالنسبه للخدمه ديالي. ايوا صافي دوز وشل قلب على سميتو بقى تذوب لهم شوف اش كدير. وراه هادشي اللي غندير غنلوع عليه دابا الملحه. اويلي يونس ويني راك عجيب. نعم اختي راه عرفتي ويحصلوك. علاش؟ ودابا هما تيقلبوا على مع راس السنه، قلتي لي هذيك المره مع راس العام تيتسناو داك الثلج وتيتمناو، انت غترمي لهم الملحه. واش غتمشي تشوه هنا تما يونس؟ ولكن الثلج في الشباب ماشي في بلاد، كاين شي بلاد مزق واحد الضغط على راسه.
فهمتي يعني الهضره ماشي كيطيح انا راه كيطيح. وكين قلتي لي باغيينو هما هما باغيينو هما اللي البلاد باغيينو تشط تلوح عليهم الملحه وانا باغيين. يونس وانت الحمد لله. تفضل يونس قلنا اش اخبار القوانين عندكم في اختي اش نقول لك؟ ياك ما انت من اللي كيطبقوا القوانين غير في غير مع مواليها انت رامي عليهم الملحه ما عاقلش عليهم اصلا. لا لا ولكن مره كنهبط مره كنهبط يعني كنهبط المغرب غير واحد الحاجه في الصوره اخرى ما كديرش على ريليق هذا اش نقول لك؟ ما سمعتكش يعني موضوع ديال يعني كنقول لك ما كديري فيها ما يليق موضوع ديال الصح كتجديه ساعتين واش ندير ليه؟ نجلس فيه اكثر من ساعتين راه هذا راه خاصو عرفتي شنو؟ خاصو اباعه ديالو. إذا عادي اسمي تحترم القانون وخاصة مادة قاضي القانون يعني من غرقة إنسان يعرف شنو هو القانون مين ليه واللي عليه. أنا باش غير كندوزو يعني كتجي مواضيع زوينة وكندوزو غير حركة عادية أنا ما كنظنش أنا غنطلح غير كما كنقولوا كنفيق العمل ضرب الحجر. كنفيق العمل ضرب الحجر يعني خاص. دابا يونس دابا يونس في بوسطن ويونس انت منين مدينه ذكرني هنا في المغرب هنا في كازا هنا في المغرب من كازا دابا انت دابا يونس ديال بوسطن ويونس ديال الدار البيضاء حدث ولا حرج مثلا شنو بغيتي اللي بغيتي انا وانا عرفت من عندك اختي كنحترم القانون انا ايه فين ماشي القانون راه كلمه كبيره فهمتي يعني لا هنا ولا في المغرب يعني كلمه كبيره ومالك سكتي واحد السكته يعني عاد احترمتي القانون ترى ما عرفتش شنو وقع لي راه شلقت دابا شلقتي ياك ما كنتي غتموت كثرتي من الملحه ما لقيتي كل الحرشة هذه اكثر من سمانة انت كتضرب في الحرشة في الميريكان راه بزاف عليا يونس وين كتجي وهذيك النهار المدام صايبات لك شنو بطبوطة هذه كانت هذيك بطبوطة بطبوطة عامرة بسلاد نيسواز وقلت لك بزاف يا العسل يا الكونفيتور والعسل وهذا راه بزاف يونس بزاف وهاد المره المدام اللي مصايبه الحرشه راه حيت ما كاينش اللي واقف لك في الدربي يشري من عنده 40 ريال ما عندك المدام اللي غطيبه يونس يونس انا كنشكرك وغناخذ سي محمد من سان فرانسيسكو اليوم لانه يونس الصوت ما كيوصل عندك حتى كيكون مقطع داكشي ديال زمان فانا كنشكرك وكنحييك دائما صديق عزيز على البرنامج وعلينا شكرا لك سي محمد مرحبا بك الله يرحب بك الخير اختي بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام اول مره تعيط لنا من سان فرانسيسكو سيدي مرحبا اول مره سان فرانسيسكو ياك ياك نطقتها مزيان ولا نطقها لي انت لا هي هذه عاود نطقها انت عاود نطقها نسمع سان فرانسيسكو ايه حيت بالعربيه كنكتبوا لها سان فرانسيسكو بالعربيه سان كلشي على سان قول لي يا سي محمد سان فرانسيسكو نعم كي داير الجو عندكم بعدا الحمد لله اختي هذيك الايام كانت الشتاء الحمد لله اليوم طرح شويه ديال الجريحه ولكن البريقه دابا جات الحمد لله مزيان بوحدك ولا مع العائله والوليدات والبطبوط انا دابا في الخدمه العائله راه خليتهم في المغرب راه داخلين انت عايش بوحدك عايش بوحدك لا اختي متزوج ودخلت المغرب من بعد خمس سنين دخلتي ولكن انت تتصل بينا دابا من برا من دابا انا دابا انا وقفت الطاكسي ديالي وقررت نشارك معكم ان شاء الله ملي شفت الخط انا اي بول اوفر انت سائق اجره تما انت سائق اجره سائق سيارة اجره نعم اختي سائق سيارة اجره ايه تكلم لنا على القانون وعلى مرحبا يلا وبحكم القانون عجبني البرنامج الصراحه كيثير الانتباه على قضيه الاحترام واش كتحترم قوانين السير هو الاحترام الحقيقه
موضع متشعب. احترمت واحترم ولا احترمت راسك غادي يحترموا جميع الناس حتى الدار ديالك وخارج الدار. الا احترمتي الاسره ديالك راك ما شاء الله تكون ستار بيج ستار كيقولوا نجم كبير. والسياقه خلاص انا بحكم احترام اللي تعلمته ما نقول لكش اللي يعني ما صدقش في المغرب على ذكر موضوع السياقه ما صدقش في المغرب حتى جيت لهذ الارض سعيده عاد دوزت يعني بحكم ظروف ما كانش كتسمح لك ماديه بصراحه في المغرب. الحمد لله وصلنا المبتغى هنا ودوزنا وتعلمت نقي. وعلى ذكر السياقه هذه ثالث مره كندخل المغرب ولكن ما كنصوبش. ولكن القانون ولكن ملي كتجي الادارات وكتبغي تقضي وباين عليك من برا وداكشي ديال اصحاب الخارج اش كدير كتهنسير وتسير 16 سنه اختي وغنكذب عليه غنكون ناقصتك اذا قلت لك ما درتهاش درتها وماشي مره وماشي جوج واخرها دخلها غير مؤخرا. انا باش جيت دابا بالضبط شي شهر و20 يوم وكتصبح كنت تعملها مجبر ماشي عن قصد. كيفاش مجبر؟ شنو اللي كيجبرك؟ كتكون اللي كيجبرك ظروفك. مثلا انا كانت بقى لي مثلا 4 ايام وباقي ما انتهيتش الشغل ديالي. انت اللي تعطلتي؟ لا والله اختي ما تعطلت بالعكس. من نهار الثالث يوم دخلت بالخميس تبعتني الويكاند يعني الجمعه والسبت لحد ما كاينش خدمه. الاثنين حتى الصباح لقاتني مدوش بحكم كنساق بكري مع 4 الصباح. الخدمه ديالي كنخدم الطاكسي من 4 الصباح 4 العشيه. يعني لقاتني مدوش فاطر خارج. ويوميا اقسم لك بالله الذي لا اله الا هو على شهاده السكنه من حقي ناخذها. دارنا خدات شهاده السكنه خدات مني 17 يوم. وبلا زعما لا داعي لذكر الناس كنعرفهم محترمين في العائله وما بغيتش نمشي من عند شي واحد نطلبه باش يسربيني. بغيت خديت نفسي كمواطن عادي وبغيت نوصل داك الشيء بنفسي. وجلستي 15 يوم تعذبتي والنهار اللي ما تعذبتي ما نكذبش عليك اقسم بالله وحنت حلفت بانني ما ندهنش كيف قلتوا ولكن جبرت ولكن بالي ما كاينش حل. ولحد الساعه لحد الساعه باقي الوراق ديالي عند الزوجه ديالي كتستا 15 يوم كلفتني 836 دولار باش زدت لها السياره هي والميتا على باش تجيب معها الملف اللي عند سميتو اللي عند النوتير. وباقي لحد وكل شيء مخلص كل شيء ناضي واحد السيمانات. وملي كنتي كدهن السير وكيسير شحال كتبقى ديال الوقت؟ والله اختي اول مره خذت لي دهنت السير خذت لي 24 ساعه. 24 ساعه وحساب شحال كنت شحال اكثر مره دهنتي السير شحال شحال عطيتي ممكن نعرف؟ المره لو لا اكثر اكثر اغلى مره اغلى من اغلى مره كانت خذت لي تقريبا 1500 درهم. 1500 درهم على شهاده سكنه؟ على لا ما بين شهاده السكنه وما بين ما بين المقاطعة بالضبط وما بين الدرك الملكي تقريبا كانت 500 درهم هنا وكانت شي 575 درهم في الدرك الملكي لأن لقيت الصف أختي اش غادي نقول لك راه لقيتي الصف. إذا خديتي حق 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 حقوق ديال المواطنين خديتي؟ خديته كنت مجبر ما عنديش حق وجا عندي السيد. ولكن دابا ولا كتعطل ولكن كتحس براسك بأنك ما والله اختي الا درتها وحسيت خايب بالله العيل عادي. ودابا ملي وليتي كتعطل 14 يوم يا ريت يا ريت لو اليوم تعطل انت 14 يوم ونتعطل انا 14 يوم وبعدو تعطل 14 يوم ويدور ذاك الموظف ويلقى راسو كلشي مستعد يتعطل 14 يوم راه ما غاديش يبقى يبتزك. ويا ريت لو انه التبليغ صبحت الان الخطوط الخضراء وصبحوا مجموعه من الامور اللي تسهل عليك اللي تسهل عليك ماشي عليك انت بوحدك. انا كنهضر من خلالك انت دابا كتقول بانه ما بقيتيش فجيد كاينين بزاف ديال الوسائل للتسهيل للتبليغ ولي غير يا ربي هاد الظاهره اللي في حقيقه
مخربة الاقتصاد ومخربة المواطنة ومخربة الأمن ومخربة البلاد كلها على بعضها. فياريت لو نساهموا فأننا نمحيوها بابها من الآثار. وأعتقد أنه صبحوا بزاف ديال الأمور اللي تتسهل على ذي قبل وتخليك أنت في الأريحية ودو بزاف ديال الأمور اللي تيسهلوا على المواطن باش يبلغ وباش يعطي وسهولة الإثبات صبحت. فقط خاص الواحد يزمط على راسه شي شوية اليوم وغدا وبعده وانت وانا وكلنا بحال باش نعطيه نتيجة واحدة. حيت إلا ما كناش سنين على بياض من أجل هذا البلد وقلنا يلا نتعدبوا ما فيها بس راه ما عمر الحاجة السهلة ما كتعطى معمر الحاجه معمر الاصلاح ما كيجي هكا زوين وظريف وفي طبق من فضه ابدا. سي محمد شكرا للطفك. فقط بقى لي الوقت اللي ناخذ فيه فاطمه من سالا. نتمنى ما تكونش المره الاخيره سي محمد من سان فرانسيسكو. فاطمه الو فرانسيسكو زيانه وي السلام وي. عليكم مشروق. وعليكم السلام. بارك الله فيك. لا انا بعدا بغيت نغير كل واحد الحاجه قالها السيد اللي قبل مني قال خاصكم محطه بالفعل خاص محطه غير كبوسطه. وراه كي اصبحوا ارقام من اجل يعني خصوصا ما هو ما هي ولكن موضوع كيبغي بزاف ديال النقاش. انا متفقه معكم تفضلوا. بارك الله فيك. الله يخليك. لا انا بالنسبه لي انا خارجه هادي عام وست شهور وشي حاجة من داري على ودي الناس اللي فوق القانون. بمعنى فسري لي أنا كنت ساكنة في واحد العمارة وبقينا واحد الوقيتة وعينوني كلفوني هذيك العيالة احنا كنا لدينا الغينيور بيناتنا لفهم وكلفوني على أساس كل مرة واحدة تأخذ المهم. المهم أنا دوزت سنة كلها في دار الراس بحال دار ديال الشكايات كل ساعة عندهم مشكل مع الكونسيير. جيت في الأخر أنا ملي كملت العام رديت له ديك المسائل باش نتهنى وهما كانوا كان عندهم سيرت ديال تعاطيه ليهم هو كيتسخر ليا مراته كدير لي المهمش. المهم أنا واحد الوقيته ملي كنت باقا كان مكلفة بهذا وليت نلاحظ بأن كاين واحد لي موغاجي في الفلوس ديالي كنحطهم في بلاكار ما كنسدش. انا بالنسبه ليا كنطلق من نفسي ما يقيسوليش ما يجيوش بلا ما نقول لهم دخلوا لداري. بالنسبه لي غير الوقت اللي كنقول لهم ديروا هذه عاد كيدخلوا للدار. المهم بقيت هكاك حتى لواحد النهار وقفت كانت المبلغ صغير 100 درهم. وكاين بلاتي دابا انت هي الناس خرقوا القانون. ايه متفقين انه سرقوك هادو سرقوك ياك سرقوك هذا دابا الكونسيرج ولكن اللي تيحميو هما اللي خرقوا القانون هذا الكونسيرج ودا صار مزيان. المهم انا فاش لاحظت ولكن كان كيتسخر ليك ما كانش دا صار فاش كان كيتسخر ليك لا ما كانش وكتدخليه لدارك سي تان شو الا الا وصلتي تدخلي الكونسير كونسيرج انا كنعرفو في العماره اما الا صدقتي دخلنا للديور سي تان شو كتولي كتعرفي الا عندك شي فلوس جو كونيك انا فاش ما مشيتش لا ديكلاريت بي لا حتى حاجه عرفت راسي انا اللي فوتي تري بيان. دونك انا شنو درت اون فاشيت وما قلت لهم حتى حاجه الا هذوك الناس اللي مدخلين النهار الاول اللي هما خا ديال المقاول ولا شيت عندهم قلت لهم ودي شنو دار لي شنو دار لي ورخصنا سانتيك حنا 14 دار ودائما المشاكل وهذا السيد ديما دار المشاكل تيمشي تيحضر في الباركينغ وهو ما خصوش يمشي للباركينغ كي نورمالمون اميناجي بار لا كومين. ولكن قبل ما يسرقك ما كنتيش كتبانوا لك هذه المشاكل؟ لا ديك الساعه انا كنت بعيده عند المشاكل ديما تيجي يقول لي راه الجيران فلان دار ليا فلان دار ليا وانا كنتعجب تنقول هذا شحال درويش من الناس وانا اللي كنت غلطه انت اللي كنتي غلطه. انا كنشكرك فاطمه على مشاركتك لانه الا شفتي شحال في الساعه يداهمنا التوقيت وبالتالي ننتهي. نقول لكم شكرا كثير على النجاح او الغنى اللي عطيتونا من خلال افكاركم ومن خلال تنوعها. شكرا.